السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك نثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نشكرك ونفنع ونكرم من يشكرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفي النور رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك يجيب الكفار كلهم. لا يفك الكرب إلا الله ولا يشفي المرضى إلا الله ولا ينجو الهلك إلا الله ومشاكلنا لا يملك حلها إلا الله. الملك والملكوت في قبضته مقهور بعظمته سبحانه وتعالى. يعز ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أرسل الأرض والجبال في نواحيها وأرسل السحاب بمائها ليجزي الذين أساءوا السوء بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبر على البلاء وتحمل الضراء ورضي بالقضاء وجاهد في سبيل حق الجهاد حتى أتاه اليقين وعبد الله حتى تورمت ونماه ونام على فراش الموت وقال إن لموت له سكرات. اللهم هب علينا سكرات الموت يا رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. من توكل علي كفيته ومن توكل على غيري واعتصم بغيري واعتصم بغيري أسقطت الأرض من تحته وقطعت الأسباب من فوقه ولا أدري ولا أدري كيف أهلك. توكل على الله احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حضراتكم وذكر نفسي انا بذكر الله تطمئن القلوب. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادت ايمانهم على ربهم يتوكلون. نوسع البعض وتقارب ان شاء الله. من وسع لاخيه في مجلس وسع الله له في قبره قرر ان شاء الله ووسع عليه في رزقه ونرضي الله سبحانه وتعالى احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكر لك حضراتكم عن العظيم احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم الخطبه وذكرت حضراتكم ايضا لا تسال العبد عن عمره وعن بلده. لما نظر إلى هذه الكلمات أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل العبد عن عمله وعن بلده. لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. دائما ذلك. سيدنا يعقوب عليه السلام لما بدأ يشتكي أما جار سيدنا يعقوب كان يضره من أجل الله شدوا عليه وبدأ يشتكي يقول ما بك يا يعقوب. بدأ يشتكي مع ما حدث مع يوسف وأخوة يوسف أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد له الله جل وعلا ينزل الأمين جبريل على سيدنا يعقوب ويقول يا يعقوب الله يقول لك بتشكيني لخلقي تشتكيني لخلقي سبحان الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. دائما يا أحباب رسول الله ما كان لله إله واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. من اشتكى إلى الله إلا زاد الله البلاء ومن اشتكى إلى الناس إلا زاد البلاء سبحان الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في الأثر من شكى مصيبة نزلت عليه فكأنما يشكو ربه فلا تشتكي إلا لله جل وعلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس ولم يستغنوا وأبغض الناس إلى الناس من احتاج إليهم. وأحب الناس إلى الله من احتاج إليه وأبغض الناس إلى الله من استغنى عنه ولم يستغنوا. الإمام الشافعي كان يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه له مطر. الله يرضى إن تركت سؤاله وطلب بني آدم حين يسأل يقضه. الله يرضى إن تركت سؤاله وطلب بني آدم حين يسأل يقضه. ألا تسأل العبد عن عون وعن بلد واسأل إلهك رب العون والبلد الله جل وعلا. لا خرج من استخار كما يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل التفويض وأهل الشكوى إلى الله هم أهل الجنة وأفوض أمري إلى الله إن الله رصيهم بالعباد توفاه الله سيئات ما مكروا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما بتلجأ إلى الله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده. جل وعلا يقول ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. فدائما بتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمور. ولو ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. لو ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. لو نمت على فراش المرض قل يا الله. سبحان الله أحباب رسول الله. ألا تسأل العبد عن عون وعن بلد والجأ إلهك رب العون
يحلف به، حتى في الحلف لا تحلف الا بالله. من حلف بغير الله فقد اشرك، كما يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول النعمه، وبعض الناس يقول النبي، وبعض الناس يقول واحد، لا تحلف الا بالله احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما في كل الامور الله. بعض الناس حتى في مساله عقيده، يعني مثلا يقول لو الطبيب لو سخر الله الطبيب، لو سخر الله الطبيب سبحان الله، بعض الناس يقول لو الكلب، لو سخر الله الكلب الحوصه، وهكذا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقول لا شاء الله ولا شاء فلان، لا، ما شاء الله ثم ما شاء فلان، ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. سبحان الله احباب رسول الله، كل شيء لله، لله تكلمنا، لله خرجنا، تحت رايه الله مشينا، لدين الله انتصرنا، وهكذا احباب رسول الله. ان اصابك شيء تقول ما اصابك من حسنه فمن الله، تقول لولا اكرمني الله، لولا وفق الله الولد، لولا يسر الله لي الحال، فدائما ذلك احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الان في فساد عقيده في كل شيء احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال عبدك عن عوني مع الملل، اسال الله رب العالمين والملل، الجا الى الله في كل الامور، كل الامور استخير، استخير الاشهاد على احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خير سلم الي الله، سلم الي الله في كل ما يكون، فما القرب والابعاد الا بامر الله، القرب والابعاد بامر الله. شكرا. القران يقول ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. سبحان الله احباب رسول الله، دائما عن ممكن على احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمه مؤمن في الام والولد، كيف اخرج بها مغرما ابدا وانا ربك مفتوح الى الابد. من رحمه جل وعلا بنا في اي ساعه من ساعات الليل والنهار، جل وعلا ليس له باب ولا نوبه، ليس له باب ولا نوبه، واذا سالك عبادي عني فاني طريق اجيب دعوه الداعي اذا دعا. كيف المسلم لا يتعبد الا في الصومعه، ولكن من رحمه ربنا بنا جميعا جعلت فيه كما قال سيدنا النبي وامتي الارض مسجدا وقرارا طهورا. في اي ساعه من ساعات الليل والنهار تقول يا رب، يقول جل وعلا فاني طريق اجيب دعوه الداعي اذا دعا. سبحان الله. رحمه مؤمن في الام والولد، وكيف اخرج بها مغرما ابدا وانا ربك مفتوح الى الابد. سبحان وتعالى احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا وجب فيه صفه وعقيده لله جل وعلا، حتى في الصفح نفسه. القرآن يقول فاصفح الصفح الجميل، القرآن يقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، جل وعلا يقول واهجرهم هجرا جميلا. ما معنى هذا الكلام؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، اللي هو اللي شكوى، اللي هو اللي شكوى، اللي هو لا يشتكي إلا لله سبحانه وتعالى. طب فاصفح الصفح الجميل من غير عتاب، ينثر ويسامع من غير عتاب، سبحان الله أحباب رسول الله. طب واهجرهم هجرا جميلا من غير أذى، يبقى كلها يد لله سبحان الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجعل دائما كل الأمور لله جل وعلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر النفس أن تدعوك للحسد، واصبر وجالس وأدي الفرقة مجتهدا. سبحان الله. ليه؟ أو رزقكم مضمون رب العرش ضمين، يعني في آية قرآنية في قوله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض. وبعدين بعض الناس يقول صدفة حظ، يقول لك حظك أو صدفة. سبحان الله. أو بعض الكلمات العوامل بعض الناس يقولها الفهلوة مثلا في الرزق، يقول لك بقدر وسنة وزاد وسلم من وسع عليه في مجلس وسع الله له في قبره وسع عليه في رزقه. في كلمات بعض الناس يقول مثلا صدفة، لا ما تقولش صدفة، قل قدر الله. ما تقولش بعض الناس يقول حصل، لا لا إرادة الله، ليس الأمور على مرار، الأمور مش حظ وصدفة، ولا الأمور على مرار الله، كل شيء قدر الله. وقدر فيها أقوالها في أربعة أيام، سواء السائلين نقطة النظر لما تنزل من السماء في الوادي الفلاني في الساعة الفلاني في الزجاجة الفلانية يشربها فلان الفلاني في المكان الفلاني، يقول لها أمور مقدرة. سبحان الله أحباب رسول الله. هل يستطيع أحد أن يمنع نقطة ماء؟ والله لا يستطيع أحد. لو نقطة ماء مكتوبة لفرد معين أو مخلوق معين لا يستطيع أحد أن يمنعه، لأن القرآن قال ذلك. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. سبحان الله أحباب رسول الله. الناس يقول فيه عقيدة وفي صفة في الله جل وعلا أحباب رسول الله. طب كلمة فهلوة، جل وعلا يرزق من لا حيلة له، عشان يتعشى أصحاب الحية. إذا الإنسان كده بسيط جدا ولا حول ولا قوة فمن يرزق الله؟ ليه؟ عشان يتعشى أصحاب الحية. إن جل وعلا يرزق بالسبب ويرزق بغير السبب، يرزق بالسبب ويرزق بغير السبب سبحانه وتعالى. سيدة مريم فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إذا يرزق بذلك بغير السبب ويرزق بالسبب، لما قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذا يرزق بالسبب ويرزق بغير السبب ويرزق من يشاء بغير حساب. وملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، وملك الملوك إذا وهب شيء ما تسألش عن السبب. لكن احنا كلمات العوام يقول لك حق نحكم علينا وناكل كلنا. سبحان الله أحباب رسول الله، الله كافين، الله يرزق من يشاء بغير حساب. أحباب رسول الله، فالرسول لما يخرج يعني سبحان الله حسين صلى الله عليه وسلم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترزق ناصا وتروح بطانه. سبحان الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تعصي النفس واحذر النفس أن تدعوك للحسد. سبحان الله. النفس إن لم تجبرها الحق شغلتك بالباطل، النفس كالدابة إن ركبتها حملت وإن ركبتك قتلتك. سبحان الله. النفس إن لم تجبرها بالطاعة شغلتك بالمعصية. لازم ايه؟ لازم الرضا. سبحان الله احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فهتمهن، ابتلاه ربنا بابتلاءات شديده. سيدنا ابراهيم عشان بعض الناس يقول لك من اعمالكم صلت عليكم، دي كلمات خطا، لان الابتلاء ده بيبقى رفع درجات عند الله جل وعلا. يعني الانبياء صنعوا سلوك معصي عشان كده ربنا ابتلاهم، حاشا لله احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء بيبقى رفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم ابتلاه بملك سوريا، فلما وهب له بسوريا امر بترك سوريا، وبعد ذلك امر بترك سوريا. شوف الابتلاء ده، وكان عنده رضا الحمد لله رب العالمين. عشان كده ربنا قال عن سيدنا ابراهيم في النحل ان ابراهيم كان امه، حسن ابراهيم جل وعلا عنه كان امه قانتا لله حنيفه ولم يكن من المشركين. طب قال عنه كده شاكرا لانعمه، دايما يرضى دايما الحمد لله رب العالمين على كل شيء. سيدنا هاجر لما قال الحمد لله رب العالمين، لما سيدنا ابراهيم طرف في مكان ليس فيه طعام وليس فيه شراب في مكه في جبال الصحراء، في الايه القرانيه ولا نبوء لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. الايه الخاصه به خاصه بسيدنا هاجر، ونقص من الاموال والانفس والثمرات ومشي الصبري. سيدنا هاجر قال له يا ابراهيم ربك امرك بهذا؟ تترك لي هذا المكان في مكان ليس فيه طعام وشراب، ربك امرك بهذا ابراهيم؟ نعم. يقول مثلا ما دام امرك بهذا لا يضيعنا، ليست الامور على ما نرى ولكن على ما قدر الله، ليست الامور على ما نرى ولكن على ما اراد الله. شكرا. ما تعترضش على شيء، ما تعترضش على اي شيء، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى احباب رسول الله. يقول سيدنا هاجر عند هاجر سبحان الله احباب رسول الله، يقول مثلا يا ابراهيم ما دام امرك بهذا لا يضيعنا بسبب الله جل وعلا ماذا صنع؟ ما كانش ولا نبوء لكم شيء من الخوف، بقيت حرما امنا الى يوم القيامه بسبب الله. سبحان الله احباب رسول الله. والجوع ما
المكان سيدنا ما شاء الله خيرات الدنيا والاخره في مكه كله سبب الوصول الى هاجر سبحان الله احباب رسول الله نقص الانفس كانت سيدنا هاجر وسيدنا ابراهيم والرضيع بسم الله ما شاء الله اعداد الان بسبب الله احباب رسول الله نقص من السمرات دلوقتي زياده السمرات والخيل شوف بقى المتر في مكه بالشيء الفلاني سبحان الله احباب كله بسبب الله بسبب مبشر الصابرين بسبب الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت نوحا إنه كان عبدا شكورا وسأل عبد عشر ربنا يتقبل منهم إن شاء الله وصفت نوحا إنه كان عبدا شكورا وأيوب إنه كان أوابا صبورا وألقيت قميص يوسف على وجه أبيه فامتد بصيرا وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا وأرسلت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا واحذر النفس أن تدعوك للحسنين إن رزقت فلا تفقر على أحد وإن منعت اعلم المنع من الله عظيم المنع لو تفعل المنع بعد فترة زمنية معينة تقول الحمد لله على المنع لأن المنع لما ربنا يمنع عنك شيء فاعلم أن المنع من الله عطاء المنع من الله إيه؟ عطاء والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن رزقت فلا تفخر على أحد وإن منعت فلا تشكو إلى أحد فإن النفس خلقت للصبر والجلد فاصبر وجاهد وأد الفرد مجتهدا أو نصف للرحمن رب العرش ظاهره عهد عليه ومن أوفى من صبره الله الصمد لما تكون في قرب تقول قل يا صمد قل كريم يا صمد قل سبني يا صمد لأن كلمة الله الصمد المقصود بقضاء الحوائج كلمة الله الصمد يعني إيه؟ المقصود بقضاء الحوائج فلما تدعي قضاء الحوائج يا صمد يقضي الله لك الحاجات الرجل كان بيقرأ البيت الرجل سبحان الله كان بيقرأ في النهر سبحان الله أحباب رسول الله وكان بيقرأ الأصنام يقول يا صنم يا صنم لكن يا صنم بيقرأ الأصنام واللسان أخطأ بدل ما يقول يا صنم قال يا صنم فلك يا صنم يا موسى هناك صمد من غيري برحمة رحمة ربنا يعملنا بالفضل ويعملنا بالرحمة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرزق للرحمن رب العرش ظاهره عهد عليه ومن أوفى من الصمد سبحان الله أحباب رسول الله تولي وجهك يا باب الله واعتمدي فإن الرزق للرحمن رب العرش ظاهره والأمر للرحمن مرجعه في طرفة العين يبقى الضيق بالفرج طرفة العين يبقى الضيق بالفرج عشان كده إيه كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان خلي عندك ثقة في الله خلي عندك ثقة في رحمة الله سبحانه وتعالى الإمام أفهم الغبة اللي بالنسبة للثقة في رحمة الله والثقة في الله في كل الأمور الإمام حنيفة رضي الله عنه كان جاره كان رجل بيشرب خمر كان جار الإمام حنيفة رجل بيشرب خمر رجل سكير سبحان الله أحمد رسول الله وتوفى توفى هذا الرجل للزوجة سبحان الله نزل الإمام حنيفة بتقول له يا إمام زوجي توفى زوجي توفى يا إمام تعالى صلي عليه الجنازة الإمام أبو حنيفة رفض يصلي عليه الجنازة قال لك الرجل كان يشرب الخمر كان سكير سبحان الله أحباب رسول الله عشان كده إيه داعي الملك للمالك لله في خلقه إيه شؤون سبحانه وتعالى رفض يصلي عليه الجنازة الإمام أبو حنيفة فرأى الرجل في الرؤيا في رياض الجنة الإمام أبو حنيفة رأى في رأى في جنة سبحان الله وفي رياض الجنة يقول له يا من أنت في الجنة في الرؤيا فكان في رجل مع الإمام أبو حنيفة الرجل لم يرد على الإمام في الرؤيا والرجل لم يرد على الإمام في الرؤيا فكان في رجل معه بيقول له يا إمام لما الإمام حنيفة يسأل يقول له أنت كنت تشرب الخمر والله رفضت صلي عليك الجنازة وأنت في الجنة الآن الرجل اللي مع الإمام والرجل اللي مع الرجل اللي كان سكين وكتب عليه يعني فيقول له يا إمام فلان يقول لك الحمد لله الذي لم يجعل مفتاح الجنة مع أبي حنيفة الحمد لله الذي لم يجعل مفتاح الجنة مع أبي حنيفة فاستيقظ من النوم وذهب إلى زوجه ولسألها ماذا كان يصنع الرجل فقال كم يجمع اليتامى والفقراء بفوع الحي ويوزع عليهم حلوى ويقول لهم ادعوا لي لعل الله يتوب عليا الله يبقى لا تقل رحمة الله في سبب في رحمة الله جل وعلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إمام مالك اللي كان يمشي الرجل سكين ماء في الطريق فالإمام يقول الله الله فالإمام مالك على أساس من فم نجس وقول الله والراجل نائم في الطريق فأتى بشرب ماء وغسل فم الرجل والراجل مش واعي لأي شيء ولكن غسل فمه عشان لم يقول الله كفر من فم الظاهر فذهب وهو نائم يا رؤيا من ينادي عليه ويقول يا مالك طهرت فمه من أجلنا سنطهر قلبه من أجله طهرت فمه من أجلنا الله سنطهر قلبه من أجله فذهب الإمام مالك يصلي الفجر للراجل اللي كان مقبول بيصلي الله الفجر يقول له يا رجل تركتك في الطريق وأنت نائم وقد طلعت الخمر والآن تصلي معي الفجر يقول له يا مالك إن الذي هداني قد أخبرك بحالي علم بحالي يغني عن سؤالي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف اللهم اشف امواتنا وارحم امواتنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا واحسن ختامنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا محروما الا رضيته ولا ميتا الا رحمته ولا حادثا من حوائج الدنيا الا قضيتها لنا يا رب العالمين اللهم احفظ مصر وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا امنين في اوطاننا اجعلنا امنين في بيوتنا اجعل اولادنا امنين في مدارس وجامعاتهم يا رب العالمين في البلاء والغلاء والولاء يا اكرم الاكرمين اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء واكتم دماء المصريين اللهم احفظ دماء المصريين اللهم ان مصر وشعبها في حماك وتحمي حماك يا رب العالمين احفظنا من الشيطان وعمله ومن الغي واهله اسم صبرك علينا الذي سترت به انبياءك وانبياء الصالحين استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم الارض عليك لا تفضحنا ولا تنسنا يوم الارض عليك اللهم اهدنا واهدنا واهد اولادنا واهد نساءنا واهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واخر الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معلش الدايره صوب شويه حتى لو نزل على صفحه الاخرى ربنا يتقبل منكم ومنكم ويجعل فيها حسناتكم ويجعل جمعنا حقكم من يا رب العالمين. الله اكبر. الحمد لله.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله سمع الله لمن حمده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله